يلا الدراري بارطاجي لو لايف باش نبداو. يلا الدراري الصوت والصورة واش واضحين؟ شكرا احمد، مرحبا عبد الله، اه يا مرحبا. يلا بارطاجيو بارطاجيو الدراري باش نبدا. الوغ دون 3 مينوت اون كومونس. يلا الدراري عافاكم دخلوا تفرجوا في اللايف. الو اليوم سي لوكازيون، الناس اللي ما فاهمينش لي زومبليفيكاتور غادي يفهموا مزيان. هذا لو لايف نيميرو 2. وي هذا لو لايف نيميرو 2. وعليكم السلام جي جي سي جي سي فغوف. Très bien, donc 24 personnes, c'est déjà pas mal. وعليكم السلام كمال، وعليكم السلام خوك، وعليكم السلام نهيلة. ماشي مشكل عبد الله، دايرك في بالي، دايرك في بالي. ان فوا نسالي غادي نتصل بك شخصيا وغادي نشرح لك كل شيء ان شاء الله. غير تانا نعرف الناس على الباك ليبر كيكونوا شويه دابا ستريسي وما عارف من يبدا. غادي دايرك في بالي، كون هاني. يلا سيدي على بركة الله نبداو.
نبداو نفهمو هادشي مزيان. لا لا ميجي ما فينك وفي ميزون فورم حسن باقي بعدا نفهمو لي زابليكاسيون ديال الريجيم لينير بعدا كاملين نضبطوهم بعدا عاد اون باس او مود نون لينير. اسيدي بدينا دونك اليوم غادي نخدم غير افيك دي ستيلو يعني عاديين لانه دوك لي ماركور قلبت عليهم ما لقيتهمش هاد لي ماش مقطوعين. يلا عطونا عفاكم فكره على الصوت والصوره باش نبدا. صافي اخر مره غنقول لكم الصوت والصوره باش نبداو. تري بيان دونك جو كوا كو كلشي واضح كلشي نادي كنادي. نجيبو دابا ورقات شي ديال العام اللي فات. ثانك ثانك مزيان برافو رانيا برافو عبد الله برافو عليكم كاملين واخا باقي ما درتش والو الصراحه باش نقول لكم برافو ولكن ماشي مشكل. الو شنو قلنا اخر مره الدراري؟ قلنا ما غاديش نعاود. شوف ها دابا اليوم غنخدمو لي زومبلي فيكاتور opérationnel parfait. Voilà qu'on va faire le part 2 partie numéro 2. Alors la partie numéro 1 je nous donne un peu comme un rappel. Ah bien sûr à opf acquérir ou quoi. Très bien Mohamed Naji. Chauf fait la partie numéro 1 je nous connais qu'il n'a qu'il bien à l'ampli rappel ma radice n'aoud sinon on trouve la redondance nishan. رابيل تاع الحصه اللي فاتت هذا نكتب لكم هنا هذا لايف نيميرو 2 تاع هذا الموسم هذا صافي. دونك قلنا بانه سي تان سيستيم عنده دو زونطري ميني دو زونطري اون سول سورتي. لونطري الاولى كتسمى لونطري انفيرسوز بورتي سي l'entrée entrée inverseuse potentielle V moins elle dit non pardon elle dit entrée inverseuse elle dit entrée non inverseuse ou qu'on a là on a I moins ou elle dit le courant E plus elle dit les courants générés par les deux générateurs ou on a la sortie VS c'est dans la dernière fois bien qu'est-ce que nous qu'on a là on a besoin de l'amplificateur opérationnel parfait parfait c'est peut-être qu'elle trouve un infini non bien sûr mais qu'il n'y a pas de parfait. قلنا بان هذا لامبليفيكاتور بور كي فونكسيون الى بوزوان دون اليمونتاسيون. حنا غنعتبروا هذا اليمونتاسيون الي سيميتريك يعني دو جينيراتور جينيراتور موان في سي سي وجينيراتور بلوس في سي سي موان في سي سي من حساب ليكزيرسيس. دونك دابا درنا ليه لاليمونتاسيون ديالو. شنو قلنا؟ قلنا واحد لاستيف مهمه قلنا ملي كيكون عندي ان امبلي اوبيراسيونيل بارفي ديجا واحد القضيه هاد الديفيرونس دو بوتونتيال سميناها ايبسيلون.
اما كنسميوها ايبسيلون علاش لان قلنا صغيره كتكون دو لوغ دو ميلي فولت اما كنسميوها ايبسيلون اما كنسميوها يو دي ايغال شوف 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 لا فليش لا فليش كتشوف في البلس دونك هي في بلس موان في موان دونك هذه هي ايبسيلون اشنو قلنا عاوتاني شوف عفاك واش تدير معنا ديفيزور مي المان بيان سور غادي نديرهم راه هما اللي غادي نخدم بهم اليوم شنو قلنا قلنا ملي كيكون عندي ان امبلي اوبيراسيونيل بارفي هادشي هضرنا عليه اخر حصه قلنا بان كيكون عندي اوتوماتيكمون ايبسيلون ايغال ا زيرو ما معنى ايبسيلون ايغال ا زيرو سيتادير في بلس موان في موان ايغال ا زيرو يعني في بلس ايغال ا في موان صافي اللي قلنا غناخذوها اون فوا بور توج حاجه اخرى قلنا بانه ملي كيكون عندي لومبليفيكاتور بارفي هاد لي كورون هادو كيساويو زيرو هاد اي موان ايغال ا زيرو وهاد اي بلس سوا ايغال ا زيرو يعني اي موان ايغال اي بلس ايغال ا زيرو Très bien. L'amplificateur peut fonctionner dans deux régimes. Il peut fonctionner dans le régime linéaire et le régime non linéaire. Il peut fonctionner dans le régime et dans le mode. Très bien. Pour que l'amplificateur fonctionne en régime linéaire, il faut faire ce qu'on appelle une contre-réaction négative. Même à la contre-réaction négative, il y a une chute de l'amplificateur d'hier. Dans la rappel, il y a moins et plus. Il y a une chute de l'amplificateur d'hier. On a la fortune de définir les VS. La fortune de à travers une résistance, par exemple R2, on a l'entrée inverseuse. Le moins. Il y a une chute de la contre-réaction négative. Si on est en régime non linéaire, il y a une boucle ouverte. Il y a une boucle qui est en train de moins et plus. Il y a une boucle ouverte. ياك اولا كيفاش كنالمونتيو هاد لامبليفيكاتور كيفاش كنالمونتيو ها هو حنا قلنا في بلوس بحال هكا نورمالمون هي في الحقيقه خاص يكون خاص نديرو ليه بحال هكا في الحقيقه نورمال موان بلوس خاص نديرو بحال هكا هنا بلوس في سي سي وهنا موان في سي سي بلوس موان بلوس موان غير حنا الكتابه شويه معقده فهمتي حسن مرونة جدرنا حيدنا هادشي هذا كامل ودرنا واحد لافليش حيدنا عاوتاني هادشي كامل ودرنا واحد لافليش وكتبنا هنايا الجينيراتور بلوس في سي سي الجينيراتور موان في سي سي صافي هذا الاليمونتاسيون تخي بيان تخي بيان غوف اما بوكل اوفيرت اولا كنديرو سكون ابيل اون رياكسيون بوزيتيف ما معنى ما كنقولوش كونت رياكسيون بوزيتيف هنا كنقولو كونت رياكسيون نيجاتيف ولكن هنا كنقولو رياكسيون بوزيتيف une réaction positive. Qu'est-ce que veut dire une réaction positive? C'est-à-dire que la sortie VS sera liée ou bien sera connectée avec l'entrée non inverseuse, avec le plus, bien sûr, via ou bien à travers une résistance R2. Voilà. Donc, si vous mettez comme un circuit ou bien un circuit à base d'amplificateur opérationnel parfait, ويقول لك دون كيل ريجيم فونكسيون هاد لامبليفيكاتور خاصك تشوف حاجه وحده تشوف لا سورشي فين راجعه لا تخا مع الموان غتقول لي لينيير الا قال لك علاش غتقول لي جوج حوايج يا اما تقول لي كار حيت عندنا اون كونتر رياكسيون نيجاتيف هاد العمليه كتسمى كونتر رياكسيون نيجاتيف اولا غتقول لي كار لا سورشي في اس اي ريليي افيك لونتري انفيسيوز الا تاكشي سيركوي في او الي ان امبليفيكاتور بهاد لا فورم هذا يعني لا فورشي في اس ديالي ما راجع لل ني با بوكلي هذا ما راجع لل بلس لل موان ما راجع لهنا لهنا اش غتقول لي غتقول لي هذا ريجيم نون لينيير الا قال لك علاش بيان او بيان جوستي في فوتر ريبونس اش غتقول لي غتقول لي كار il s'agit d'une boucle ouverte اولا غتقول لي كار لا فورشي في اس ني با ريليي ني ا لونتري انفيرسوز ني ا لونتري نون انفيرسوز نجي هنا الا تاك عاوتاني واحد لواحد داير بحال هذا الشكل هذا باش نديرو لا رياكسيون يعني ضروري خاصنا اون ريزيستانس فوالا دونك الا تاك ان سيركوي يعني كونستروي اوتور دان امبلي اوبيراسيونيل او لا سورتي في اس اي ريلي ا لونتري انفيرسوز هنا كتقول لي بانه اوسي il فونكسيون دون لو ريجيم نون لينيير علاش غتقول لي جوج حوايج غتقول لي كار اون اون رياكسيون بوزيتيف اولا غتقول لي كار لا سورتي في اس اي ريليي ا لونتري نون انفيرسوز حاجه اخرى مهمه خصكم تعرفوا ما معنى ريجيم لينيير هو الشيء درتو هادشي اللي ما درتوش في البارتي نيميرو 1 ريجيم نون لينيير شوفوا معايا في اس كتكون كومبريز اونتر موان في ساتوراسيون او بلوس في ساتوراسيون
اما الريجيم نون لينيير لا سورتي ديالنا اما غتاخذ بلوس في ساتوراسيون اما غتاخذ موان في ساتوراسيون. المهمين هاد اللعبات كاع ما هضرتش عليهم داك النهار الصراحه في لايف نيميرو قال عقلوا على هادشي. هادشي منين جبدناه من لا فونكسيون دو ترانسفير اللي كنا رسمنا. هادشي راه كامل هاد الرابيل درتو في لو لايف نيميرو 1 دابا انا في لو لايف نيميرو 2 مي معليش غنعاود فيت في هاد اللعبات منين جبتهم. شوف واش ما عقلتوش الدراري في اخر لايف فاش قلت لكم راه رسمنا في اس اون اتراسي في اس اون فونكسيون دو ايبسيلون راه فينا هاد لا فونكسيون ترانسفير راه فينا هذا اون فونكسيون ديال هذا هادي لونطري وهادي السورتي. قلنا lorsqu'on trace ou bien la fonction qui lie la sortie avec l'entrée automatiquement قلنا كنسميوها اش فونكسيون دو ترانسفير. ملي رسمنا هاد لا فونكسيون لاحظتوا كيفاش خرجت لينا كيفاش خرجت لينا خرجت لينا دايره بحال هكا واحد الوقيته كيتساتورا لامبليفيكاتور ديالنا. كنا هاد البوان سميناها بلوس في ساتوراسيون وهاد البوان هادي سميناها موان في ساتوراسيون. يعني ها وقلنا بان هذا هو الريجيم لينيير ياك. اش كتلاحظ في الريجيم لينيير لا سورتي ديالك هذا لينيير في الريجيم لينيير. اش كتلاحظ واش ما تلاحظ بان لا سورتي ديالك شوف شوف لا سورتي ديالك كومبريز محصوره ستريكتومون كومبريز ستريكتومون اونتر موان في ساتوراسيون او بلوس في ساتوراسيون. يعني الا كان خدام لامبليفيكاتور ديالك اون ريجيم لينيير راه لا سورتي ديالك il ne doit pas dépasser هذه دو ليميت ما يمكنش فوت في فات وما يمكنش تنزل على موان في فات. راه جبدناها من هاد اللعيبه هادي من هنا. الوغ قلنا ان سارتان مومون نوتر امبليفيكاتور فات اتر ساتوري غيت ساتورا. يعني واخا كنش يعني ميم جو شونج ايبسيلون كنغير ايبسيلون صافي شبع كيبقى يخرج ليا ديما بلوس في فات بلوس في فات بلوس في فات بلوس في فات. عاوتاني ان سارتان مومون ملي كنصغر لي ايبسيلون مزيان كيبقى يخرج ليا موان في فات موان في فات موان في فات. وقلنا بان هاد لا زون مع هاد لا زون هنا كنهضروا على الريجيم نون لينيير او بيان لو ريجيم دو ساتوراسيون. الوغ في لو ريجيم هنا نون لينيير هذا نون لينيير وهذا حتى هو نون لينيير فهاد لا زون. دونك كيف كو فو رماركي كو لوسك لامبليفيكاتور فونكسيون اون ريجيم نون لينيير لا سورتي ديالي هاد في اس اما غتاخذ بلوس فيساج اما غتاخذ موان فيساج. هاي régime non linéaire, la sortie ne peut prendre que deux valeurs, il me plus V saturation, il me moins V saturation. واحد الحاجه مهمه غنقول لكم الدراري دابا وكديروا في اخطاء كثيره في الجور ديكزامان وهي ان بلوس في سي سي راه ماشي هي بلوس V saturation و موان V سي سي ماشي هي موان V saturation. شوف هنا هاد بلوس V سي سي اللي كيجينا ياك وكيحط لي هاد في بلاصة بلوس في فاش كيحط ليا بلوس في سي سي. لا هما كيكونوا قراب صافرين الا قال لك في الامتحان راه بحال بحال. شوف معايا دابا لومبليفيكاتور ديالي مثلا لومبليفيكاتور ديالي غانا اليمونتيه مثلا بون طونسيون سيميتريك كونتيني 15 فولت موان 15 فولت ياك ولا لا. ولكن ملي غيتساتورا راه ما غيوصلش ل 15. شوفوا معايا راه ملي كيتساتورا يعني هذه بلوس في فاش ياك راه اعلى قيمه ممكن يخرج ليا مثلا هي 13.7 فولت والمينيموم يقدر يوصل ليا موان 13.7 فولت. اش كتلاحظ فيساج وموان فيساج ماشي هما بلوس في سي سي وموان في سي سي قراب لبعضياتهم شي شويه متفقين. يعني في لوكا جينيرال راه ماشي بحال بحال الدراري هادو راه ماشي بحال بحال ولكن في ليكزام ناسيونال نسبة 99.99% بحال داكشي ديال ديطول راه كيقول لك راه غنعتبروهم بحال بحال صافي. مي لو كا جينيرال راه ماشي بحال بحال. واش الدراري هادشي مفهوم ياك؟ خاصكم تفرقوا الدراري ما بين ريجيم لينيير وريجيم نون لينيير. خاصك ملي تسمع لينيير يطيح لك في بالك هاد لاستويس. خاصك في تسمع ريجيم نون لينيير او بيان ريجيم دو ساتوراسيون خاصك يطيح لك في بالك هاد لاستويس هادي. امبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي هادو راه لا علاقه ليهم بلينيير ولا نون لينيير هادو عندهم علاقه بانه بارفي. عقلوا الدراري لامبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي يعني ايبسيلون ايكال زيرو يعني في بلس ايكال في موان اي بلس ايكال اي موان ايكال زيرو صافقين. راه كاين اللي كيقول لي لينيير دونك هادي نون لينيير دونك هادي لا هادي حيت بارفي صافي. ها الوغ الى قلتو الدراري في هاد الريجيم لينيير في لا بروميير بارتي اشنو كنا خرجنا؟ كنا قلنا بان لامبليفيكاتور
lorsqu'il fonctionne en régime non linéaire نقدر نخرج منه 6 ديزابليكاسيون ياك 6 اللي كنا قلنا كنا خدمنا جوج دابا انا راه باقا في الغابي تاع الحصه اللي فاتت دابا راه باقا في اللايف اللي فات لو لايف نيميرو 1 كنا قلنا بانه نقدر نشدو ونزيد عليه شي حاجه ونردو امبليفيكاتور انفيرسور قلنا زعما نقدر نشدو نزيد عليه شي حاجه ونردو امبليفيكاتور مون انفيرسور وهادو هما اللي كنا خدمنا اخر حصه ياك قلنا عاوتاني حاجه اخرى نقدر نشد هاد لومبليفيكاتور ديالي ونردو سويفور وي هذا تا هو كنا خدمنا ما غاديش نعاودو في هاد الحصه هادي اللي غنخدمو اليوم هما هادو قلنا نقدر نردو اش اما سوماتور اما اديسيونور سوماتور انفيرسور او لا سوماتور نون انفيرسور او لا نخدمو كوم سوستراكتور بيان سور راجو في اجوتي كيلكو دي زيليمون ا مون مونتاج دونك اليوم غادي نحاولو نشوفو هادو بون صافي سويفور بيان سور ما فيش لا ريزيستونس نعاود نذكركم واحد القضيه اشنو قلنا عاوتاني اخر حصه قلنا بانه هذا عنده واحد السميه هذا ملي كيكون محلول ملي كيكون اون بوكل اوفيرس يعني لا فورتي ما راجع على الموان البلوس هذا قلنا كنسميو كومباراتور وا الدراري وا صيروا معايا هذا كومباراتور ان سول سي صافي وقلنا تا هو فيه جوج ياك اما انفيرسور اما نون انفيرسور اما انفيرسور اما نون انفيرسور هذا تا هو قلنا ملي كتكون لا رياكسيون راجع للبلوس اما كنسميو كومباراتور ا دو سي انا كنقول لكم هنا كومباراتور ا دو سي ياك او لا كنسميو سميه تاع هذا العام اللي غتقراوها وهو ترايغر بلونغلي دو شميت او بيان تريغر دو شميت كتكتب شميدت وكتقرا شميت صافي و تاو في جوج دونك اما تريغر دو شميت انفيرسور او لا تريغر دو شميت نون انفيرسور يعني في لوطوطاج شحال عندي شحال من المونتاج خاصني نكون ضابط نورمالمون راه كاينين واحد دو مونتاج خاصني نشوفهم اللي هو الكونفيرسيسور كورون طونسيون والكونفيرسيسور طونسيون كورون هادو شي مهمين هاد لي دو صافي ماشي مشكل دونك هذا سميناه واحد هذا جوج هذا ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة في اللينيار سبعة ثمانية تسعود عشرة يعني في التوتال عندي أربعة في النون لينيار يعني في التوتال عندي شحال عندي عشرة لي مونتاج أبخوندغ باغ كوغ هادو خصني نكون ضابطهم مع هاد جوج اللي غنشوفهم من بعد حيت ساهلين يعني في التوتال عندك 12 هذا كيسمى كونفيرسيسور كورون طونسيون كيشد الكورون كيرد دو طونسيون وكاين ان اوتر كونفيرسيسور كيسمى طونسيون كورون تا هو تا هما سون دي مونتاج كونستروي اوتور دي زامبلي اوبيراسيونيل اسكو سي كليغ الدراري دونك اليوم غادي نكمل 4 5 6 ونبدا باش نبداو بالمسيو نبدا بالسوست ديجا واحد نبدا بالسوستراكتور حاجه اخرى كنت قلتها لكم كنت قلت لكم واحد لاستيوس يعني كيفاش الا عطاك مونتاج وكان لينيير كيفاش تعرف السميه ديالو حيت ممكن هذاك المونتاج يقول لك دوني لو نون دو سو مونتاج نعطيكم واحد لاستيوس واعر هذاك النهار شنو قلت لكم شوف قلت لكم بحال هكا نعاود نكتب لكم هاهم امبليفيكاتور انفيرسور امبليفيكاتور نون انفيرسور دراري ونساو لي اللينيير هاد اللينيير ديروها بحال ما كايناش صافي دابا تفوكاليز نون لينيير تفوكاليزيو ليا على اللينيير حتى نكملو بعدا هذا هو الاول سويفور اديسيونور اديسيونور او بيان سوماتور انفيرسور سوماتور او بيان اديسيونور نون انفيرسور عادة سوستراكتور شنو قلت لكم قلت لكم هاد الثلاثه هادو كنلقى فيهم ان سول جينيراتور داخل ليهم ان سول جينيراتور واحد اللي حنا كنسميوه في هنا خاصني نلقى جوج الفوق
لان اديسيونور كيجمع خاصني دو جينيراتور باش نجمع جوج تافقين الوغ دو جينيراتور ميم انا دو جينيراتور يعني اما بار اكزومبل في 1 و في 2 حنا غناخذ المينيموم هما جوج شوف دونك الى عندك ان مونتاج في ان سول جينيراتور راه غيكون اما هذا اما هذا اما هذا بيان سور خاص يكون لينيير ام الوغ الى كان ان سول جينيراتور باش يكون انفيرسور كتكون ديك زي او لاصقه مع لا سورتي موان متفقين الى عندك ان سول جينيراتور باش يكون نون انفيرسور كتلقى ديك زي او لاصقه مع لا مع لونطري بلس مع لونطري نون انفيرسور السويفر ما كتلقاش فيه ديك لا ريزيستونس ار 2 هذه ما كتكونش فيه كيكون خيط نيشان راجع متفقين هنايا با دو هادو غير لي زاسوس هادو با دو ريزيستونس يعني لا ريزيستونس ار 2 ما كايناش لا ريزيستونس دو رياكسيون ما كايناش لاديسيونور اشنو كنلقاو نمشي للسوستراكتور هاد الثلاثه هادو لاديسيونور انفيرسور لاديسيونور نون انفيرسور والسوستراكتور هنا خاصني نلقى جوج ديال لي جينيراتور والفوق جوج ثلاثه اربعه نشوفو حنا غير جوج ناخذ لو كاتال جوج غالبا كيكونوا جوج الوغ هاد جوج الا كان كل واحد داخل الجهه راه سي ان سوستراكتور كتلقى مثلا في 1 داخل الموان و في 2 داخل البلس الا كانوا بجوج هم داخلين الجهه وحده راه غيكون اديسيونور الا باش يكون اديسيونور انفيرسور كتلقاهم بجوج هم داخلين الموان في 1 و في 2 بجوج هم داخلين الموان باش يكون اديسيونور نون انفيرسور كتلقى في 1 و في 2 بجوج هم داخلين البلس يعني هاد لي فاستيوس الدراري غيعطوك فكره على الا سولك هاد الشيء انت غتحتاجو الا قال لك دوني لو نون دي مونتاج واخا الصراحه السؤال ما عمره بان ليا ولكن بارفو كيقول لك انت كمل لي المونتاج وباش تكمل المونتاج خصك تكون عارف بعدا هاد فاهم كيفاش خدام الو دابا غنبدا نسولكم الدراري دابا غنحاولوا نسولو يلا انا قولوا لي نبداو بهذا يلا هذا اش من ريجيم هذا لينيير او بيان نون لينيير شوفوا لي المونتاج رقم واحد هذا المونتاج واش لينيير او بيان نون لينيير لا جاوبوني على حساب شحال من جينيراتور وعلى حساب لي فوالا تري بيان عبد الله هادشي اللي قلت دابا حتى كنتي حاضر معايا الحصه اللي فاتت يلا قولوا لي هذا اش من ريجيم تخيل ريجيم لينيير علاش حيت لا فورتي في اس شوفوا معايا فين غادا غادا للموان دونك غتقول لي ريجيم لينيير الا قال لك جوستيفي فوتغ ريبونس اش غتقول لي غتقول لي كار لا فورتي اي ريلي افيك لونتري انفيرسوز او لا غتقول لي كار اون او بيان il s'agit d'une contre réaction négative تواصل معايا اللي بغى الكتاب يتواصل معايا اون بريفي راه موجود هذا الكتاب هذا انا اللي مصاوب هذا الكتاب كونتر رياكسيون نيجاتيف صافي يلا شوفوا معايا هذا بلاتي نكملوا بعدا دونك هذا لي لينيير ياك ولا لا ما معنى لينيير لينيير يعني غيكون واحد من هاد السته ها غنجيو نشوفوا شحال من جينيراتور عندي في لونطري عندي غير جينيراتور واحد اللي هو في او ها ما معنى عندي جينيراتور واحد يعني غيكون يا هذا يا هذا يا هذا تري بيان غنشوف داك الجينيراتور فين داخل دابا شوف داك الجينيراتور فين داخل تبع 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 داخل الموان جينيراتور واحد داخل الموان دونك سيتي ان امبليفيكاتور انفيرسور يعني هذا اشنو كيدير هذا كتعطي في او كيكبرها وكيقلبها صافي ها هو راه في التمرين هذا قال لك رسم ليا في اس يعني تكبر واحد شويه على حساب لي ريزيستونس وغادا افوالا موان 5 يعني لو غان لومبليفيكاسيون هي موان 5 يعني غيكبر كبر خمسه المرات وغيتقلب بيان سور هنا اون دوا ريسبكتي لي كاليبر يلا شوفوا معايا هذا حتى هو شنو هذا عليكم السلام سعيده الحمد لله سعيده هذا حتى هو واش ريجيم لينيير او بيان ريجيم نون لينيير هذا حتى هو ريجيم لينيير علاش حيت لا فورتي في اس لاصقه مع الموان دونك جوستيفي فوتر ريبونس دونك il s'agit l'amplificateur fonctionne en régime linéaire car il s'agit d'une contre réaction négative très bien الى قال لك دوني لو نون دو سو مونتاج سي افي سامبل غنشوفو شحال من جينيراتور عندنا في لونطري ها هو عندي ان سول جينيراتور هو في او ها ما معنى ان سول جينيراتور يعني يا غيكون هذا غيكون واحد من هاد السته هاد غيكون واحد من هاد تري بيان واحد من هاد السته مي بويسكو عندي ان سول جينيراتور يعني غيكون يا هذا يا هذا يا هذا غنشوف ديك في او فين داخله شوف في او فين داخله في او داخله البلوس
Voilà, VE d'après le plus. Donc, c'est un montage amplificateur non inverseur. C'est-à-dire, هذا شنو هي لا فونكسيون ديالو؟ كنعطي VE كيكبرها ما كيقلبهاش. صافي. Très bien, Aya. Très bien, Mustafa. Très bien. Bravo عليكم. نجيو نشوفوا دابا هذا. يلا شوفوا لي دابا هذا. هذا واش لينيير او بيان نون لينيير؟ هذا لينيير. علاش لينيير؟ حيت لا سورتي في اس لاصقه مع الموا. شفتوها ولا لا؟ تري بيان. ما معنى لينيير؟ يعني غيكون واحد من السته. مزيان. تري بيان. شحال من جينيراتور عندي في لونتخي؟ عندي جوج، عندي في ان وعندي في دو. ما معنى دو جينيراتور؟ دو جينيراتور سيتادير ما دو جينيراتور سيتادير يا هذا يا هذا يا هذا. غنشوف دوك في ان وفي دو واش كل واحد داخل الجهه ولا بجوجهم داخلين الجهه وحده. نجيو نشوفو هنا. ها في ان ماشي للبلوس، في دو ماشي للموان. دونك هذا سي ان سوستراكتور. ما معنى ان سوستراكتور؟ اشنو كيدير؟ يا غيشد في دو غينقصها من في ان وغيكبرها عاد غيخرجها، يا غيشد في ان غينقصها من في دو وغيكبرها افيك ان يعني بواحد الكان وغادي يخرجها. صافي. دونك هذا سيتان شوز تخطر، يعني تعرفوا غير من الشكل. تخي بيان، نعطيكم دابا عاوتاني هذا. لينيير او بيان نون لينيير؟ لينيير علاش؟ هاهي لا سورتي راجعة للموان، شفتوها ولا لا؟ تخي بيان. يلا، يعني غيكون واحد من هاد الستة، ماشي عييت، غيكون واحد من هاد الستة، تخي بيان. غنشوفوا دابا شحال من جينيراتور عندي في لونتخي. ها في ان في دو، دونك عندي دو جينيراتور. يعني غيكون واحد من هادو. تري بيان. غنشوف هاد لي طونسيون في ان في دو واش بجوجهم داخلين لجهه وحده ولا مفرقين. في دو داخل لموان، في ان داخل لموان. ها بجوجهم داخلين لجهه وحده، يعني غيكون اديسيونور. و بويسكو بجوجهم داخلين لموان دونك سي ان اديسيونور انفيرسور. يعني شنو هي لا فونكسيون ديال هذا؟ هذا شنو كيدير؟ كيشد في ان كيزيد على في دو كيكبرهم، كيكبرها بعدا كيكبرها افيك ان رابور وكيقلب بعدا كيخرجها. نشوفوا هذا تا هو لا فورتي. اش من غيجي من هذا؟ لا فورتي راجعه للموان دونك غيجي من لينيير. تري بيان، يعني غيكون عاوتاني واحد من هاد السته. ياك باش نعرفوا السميه ديالو بالضبط اش غيخصني نشوف لو نومبر دو جينيراتور. ها هما عندي دو جينيراتور. تري بيان، يعني غيكون واحد من هادو من الثلاثه بجوجهم داخلين للبلوس. بجو دو جينيراتور بجوجهم داخلين للبلوس. سي ان اديسيونور او بيان سي ان سوماتور نون انفيرسور. سيتادير هذا شنو كيدير؟ كيشد في ان جينيراتور في ان كيزيدو على جينيراتور في دو كيكبرو كيكبر السينيال من بعد وكيخرجو برا على شكل في اس. واش هادشي مفهوم الدراري ولا مفهومش؟ اذا مفهوم كتبوا لي اوكي ولا كتبوا لي 5 5 في كومونتير باش نخدمو هاد الثلاثة هادو اللي بقاو لينا. يلا رابيدمون يلا الدراري يلا 5 5 مصطفى. برافو عليكم، برافو والله راكم ناضين. قلت لكم برافو عليكم واخا ما درتش والو. يلا 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 نطلقوا واحد لايف عاوتاني في انستغرام. تبعوا معنا حتى الناس على انستغرام ريال اون ديريكت. اون ديريكت زعما هكا زعما لايق زعما ولا ما لايقش؟ نشوف المول 5 5 تخيل. ندير واحد اللعبه مزيانه، نديرو حنا دو لايف. نديرو داكشي ديال برا لايف لايف. يلا ما هذا كاع اش غيوقع كاع؟ ما عندو ما يوقع. صافي الدراري مزيان. برافو عليكم. يلا دابا غنبداو بهذا، غنبداو بلو سوماتور انفيرسور. صافي ها هو بلو سوماتور انفيرسور. نبداو بالسوستراكتور. يلا شوف غنشوفو السوستراكتور، من بعد غنمشيو للسوماتور انفيرسور، من بعد غنمشيو للسوماتور نون انفيرسور. اسكو سي كلير؟ الناس اللي كيشوفو فيا في انستغرام اذا بغيتو دو لايف ثرو الفيسبوك. ها هو في الفيسبوك. يلا نبداو بالسوستراكتور اللي هو هذا نيت. هو
صراحة نحاول نرسمه باش يبان لكم مزيان. دونك هل موان هل بلوس ديجا هنا عندنا لا رياكسيون نيجاتيف لا كونتر رياكسيون نيجاتيف بور اسيوري ou bien pour que notre amplificateur fonctionne en régime linéaire. Là, on a la sortie VS. Là, on a R2. Drele de l'Instagram, c'est le Facebook. Sinon, on va trouver un autre. V1. Là, on a R1. Là, on a le générateur vide. Là, on a R2. فوالا هذا هو المونتاج انا رسمتو باش نحاول نخدمو على خاطرنا صافي. يلا 3 كيستيون. لا بروميير كيستيون لو مود دو فونكسيونمون. دوزيام كيستيون le nom du montage. Troisième question. Exprimer. À de la résistance, elle dit, c'est une résistance. D'une part, protection de l'amplificateur, d'autre part, pour assurer, pour faire la contre-réaction. La contre-réaction est à court qui est à l'heure. Donc VS en fonction de quoi? En fonction de V1 et en fonction de V2. L'objectif c'est d'avoir ou bien c'est exprimer VS en fonction de V1 et V2. Et exprimer la sortie en fonction des entrées. Voilà. La première question, est-ce le mode de fonctionnement ou bien est-ce le régime de fonctionnement? Quand je fais la sortie, je fais la sortie, je fais le moins. Donc, il y a un régime linéaire. Bien. Il a dit que justifier votre réponse, car il s'agit d'une contre-réaction négative, ou car. Je vais vous dire qu'il faut faire le nom du montage. Je vais vous dire que le live à Teams, car. Il s'agit d'une contre-réaction négative. Le nom du montage, bien, on va voir d'abord ici, l'Omari, il y a Tim Sanch. Lèche, donc linéaire, lèche, lèche d'abord le nom du montage. Linéaire, il y a un imam avec un wahid minat sita. Il y a un wahid minat sita. Donc, on va voir, on a V1 ou V2, on a deux générateurs, même on a deux générateurs. Il y a une réaction immédiationneur inverseur, immédiationneur dans l'inverseur, immédiationneur soustracteur. Alors, on va voir tout le monde. On va voir V1 dans le plus ou V2 dans le moins. Donc, mais qui compte tout le générateur dans le GH, c'est un soustracteur. Donc, c'est un soustracteur. Il y a une chafni. En fonction de V1 ou V2, tu vas le voir le moins. Et il y a un peu la fonction de l'eau qui va se faire. Femme, tu l'idée ou l'elle là. Et il y a un peu de temps, tu vas le voir le plus. Tu vas le voir le canal. Yallah, soit le cas, brainer VS en fonction de V1 ou V2. C'est la dernière année. La sortie, les entrées. La sortie en fonction des entrées. Bah, je vais le voir. Je vais le question. Toujours on commence par ampli opérationnel parfait. D'abord de la réponse à la question 3. Mais maintenant ampli opérationnel parfait. Ampli opérationnel parfait, c'est-à-dire V+ égale à V-. Derrière sur Instagram, libre et tu peux mettre le cours sur les amplificateurs et aussi la page Facebook de Hamza Lakran. Donc, يعني V+ qui ساوي V-. D'abord, خاصني نمشي نلقى شحال كيساوي البوتونسييل V+. وشحال كيساوي البوتونسييل في موان. هنا فين كيجيو داكشي اللي قلنا البارح.
تفقين باش تلقى هاد لي بوتونسييل خاصك تكون عارف ثلاثه الحوايج ديفيزور دو طونسيون ياك وتكون عارف تيوغام دو سوبربوزيسيون وتكون عارف راه من بعد الدراري غنقعد لكم غنجيب واحد السيبور اخرى باش لو لايف يكون في انستغرام ويكون في الفيسبوك او ميم طون تفقين تيوغام دو ميلمان هما راه كاين ما كاينش هادو راه كاين لي لوا دو كاين لي لوا دو كيرشوف حتى هما مهمين حتى هما نخدموا بهم كاين ديفيزور دو كورون حتى هو كنخدموا به تفقين كاين تيوغام دو نورتون حتى هي مزيانه كاين تيوغام دو تيفنا مي بالنسبه للناس تاع الباك وسيدي بارك عليكم هاد الثلاثه هادو الا شديت ليا الثلاثه سيدي لا فامال هاد الثلاثه هادو غيحلوا لك اي مشكل ولا عقل شوف لا سيونس اللي فاتت الدراري قلت لكم واحد الحاجه جنان قلت لكم هاد شوف هاد ديفيزور وهاد التيوريم سوبر بوزيسيون هاد ميلمان راه هما اللي كيخليوك تلقى هاد في بلس وهاد في موان تفقين هاد لي بوتونسييل باش تلقاهم ضروري خصك تكون عارف هاد لي قوا تفقين الو باش تلقى هاد في بلس وهاد في موان باش تلقى هاد باش تلقى هاد في بلس وهاد في موان وكان عندك غير ان سول جينيراتور اللي كيخوي فيهم غتستعمل ديفيزور باش تلقى في بلس و في موان وعندك دو جينيراتور كيخوي فيهم ياك غتستعمل سوبر بوزيسيون باش تلقى في بلس و في موان عندك كيخوي فيهم ثلاثه لي جينيراتور الفوق ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه غتستعمل ميلمان صافي بين القضيه هو راه حتى في جوج ممكن تستعملوا ميلمان تفقين يعني دابا المشكل الدراري كيكون المشكل كاين هنا الو دائما الدراري كنقول لكم ديفيزور طونسيون ما غيبانش لكم دابا صعيب شويه يبان لكم دابا كاين اللي متمكن اوكي مي يلا جاي من كان في البحر وشبعان من الحاره شويه ديال القضيه حامضه هنا متفقين يعني كنقول الدراري انا دائما ديفيزور طونسيون حاولوا تردوا سوبر بوزيسيون يعني في غالب الاحيان راه غتخدموا اما بسوبر بوزيسيون اما بينما باش نسهل عليكم الاموريه غالب الاحيان متفقين ها يلا نجيو دابا هنا حنا بغينا في بلس شوف واحد الحاجه مهمه قلت لكم درنا قلت لكم هاد لافون انترديت ما خاصنيش ندوز عليها شوف انا غندير ان اشوري باش تبان لكم مزيان زيد 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 ما خاصكش تدوز ليا من هنا لا درتي من هنا متفقين هزك الماء يلا نبداو الدراري شوف دابا انا باغي في بلس اول حاجه بغيتي في بلس وخاصك ترسم البوتونسييل في بلس ورسمه فين هو في بلس ها في بلس هو البوتونسييل اللي كاين في هذه البلاصه هذه ها شوف في بلس في بلس في بلس في بلس في بلس واش هنا كاين في بلس لا انا قصت لا ريزيستانس هنا اش كاين هنا كاين في ان في ان في ان في ان في ان نقفت لا ريزيستانس في بلس في بلس في بلس يعني شنو في بلس في بلس ديما ما بين هذا البوان ولا ماس يعني غيكون هو هذا في بلس تفقين على ما شاء الله هذا هو في بلس ديما 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 في بلس هي واحد البلاصه كونيكتي مع البلس وتقلب على ماس دونك ها في بلس جا او بورن دو ار 2 شوف شو ولا لا جا او بورن دو ار 2 تري بيان مزيان دابا لاحظوا معايا شحال كيساوي هذا الكورون هذا هذا راه هو اللي سميناه قبيله اي بلس وهذا لو كورون هذا هو اللي سميناه قبيله اي موان ها هما شفتوهم ولا لا هذا هما اي بلس و اي موان حنا نورمالمون خدامين بلومبليفيكاتور بارفي يعني اي بلس ايكالا اي موان ايكالا زيرو الوغ ميم هنا هاد اي بلس ايكالا زيرو يعني هاد الكورون اللي جاي من هنا كله غيدفق هنا ما معنى الكورون جا من هنا ودفق كامل هنا يعني هادي وهادي ايل سون اون سيري شوف انا غنخدم ديفيدور صح ما عندي كيفاش ندير شوف غنهزو هذا غنحطو هنا شوف هاد المونتاج غنحطو بوحدو هنا لاحظوا معايا شحال ديال غنشد غير هاد لابارتي عندي بها الغرض غير هاد لامايل هادي اللي كتسمى اون مايل علاش حيت انطلقت من مايل من ماس ورجعت لماس غناخد هاد لامايل هادي هاي
هاد لو كورون هذا ايكال زيرو، يعني بحال ما هاد الخيط بحال هاد الخيط غير زايد. هادي ان، هادي ار2، هادي ار1، هاد في بلس جات هنا. سؤال، واش ما كتلاحظش بان هاد ار2 غير خيط ياك؟ واش ممكن نطلعو بحال هكا؟ ممكن. شوف كي غنردو، شوف لاحظوا معايا، راه باش تفهموا الالكتريك خاصك تحرك الورقه. كاين اللي كتقول لي في بلس ياك، وكيبقى يشوف هنايا ما عرفتش هادو ما يخرج لك، حرك اصاحبي شويه، جبد هذا حطه ونبقى تلعب به. هلا هاد الخيط غادي دير لي بحال هكا. انا شوف كي غنردو، نردو بحال هكا. ها اخ دو اخايا تلعب به كيف ما بغيت. هاد اخ ها لا ماس، دونك ار دو ها هي ياك، ار ان ها هي، وهاد الخيط هو اللي كان هنايا، ما بقى عملتها دور. مزيان، دابا في ان فين شاده؟ في ان شاده في هاد النقطة ولا ماس، يعني شاده ما بين هنا ولا ماس. في ان هي هي، وهادي شناهي؟ و في بلوس شاده ما بين هاد النقطة ولا ماس، ما بين هاد البوان ولا ماس. في بلوس هي طاحت فاش؟ الديفيزور دو طونسيون. اش كيقول لي الديفيزور دو طونسيون؟ كيقول لي ديجا عقلوا واحد القضية، الديفيزور دو طونسيون باش نستعملو ضروري خاصو يكون عندي دي ريزيستونس و بيان دي زيليمون اون سيري. علاش؟ حيت لما كانوش اون سيري الطونسيون ما يتقسمش. واحد القضية خاصكم تفهموها بعدا، شوف ما معنى دو ريزيستونس اون سيري ار1 و ار2؟ ما معنى اون سيري؟ اون سيري يعني عندهم طونسيون ديفيرونت، هذا عند في 1 و هذه عند في 2، ولكن نفس الكورون كيدوز فيهم اي 1 و اي 2، هذه اون سيري. ما معنى اون باراليل؟ اون باراليل يعني اج العكس، عندهم نفس الطونسيون، هذه ار1 و هذه ار2، عندهم نفس الطونسيون غنسميه في، يعني في 1 و في 2، ولكن الكورون كيتقسم. هاد لو كور اللي جي من هنا، هادي إل فا أبسوربي إي أن، وهادي إل أبسوربي إي دو، باراليل سيري، هادو باش كنعرفوهم. دونك أون سيري طونسيون كيتقسم، الكورون مكيتقسمش، أون باراليل الكورون كيتقسم، طونسيون مكيتقسمش. يعني باش نخدم الديفيزور، راه باغي الديفيزور دو طونسيون. شوف سميتو الديفيزور، وراه سميتو الديفيزور دو طونسيون. ديفيزور فين كتبتها؟ ديفيزور دو طونسيون، باش باش طونسيون يتقسم خاص هادو يكونو اون سيري. يعني الا كانت شي حاجه اون باراليل وما عندكش حق تستعمل هنا، راه ما عندكش حق تستعمل ديفيزور دو طونسيون. علاش؟ حيت الطونسيون ما تقسماتش، الطونسيون اللي كاينه او بور دو ار1 هي لا طونسيون اللي كاينه او بور دو ار2. هنا خاص نستعمل اش؟ ديفيزور دو كورون، حيت هنا الكورون تقسم. دونك ملي كيكونو اون باراليل كنستعملو ديفيزور دو كورون، ملي كيكونوا اون سيري كنستعملوا ديفيزور دو طونسيون. ولاحظتوا معايا اول حاجه قلبت عليها هنا، بينت باش يعني باش نستعمل ديفيزور. علاش واحد القضيه باش نستعمل ديفيزور؟ علاش؟ حيت انا كنقلب على في بلس ياك، وفي بلس كيخوي فيها ان سول جينيراتور هو في ان. شوف شوف في ان غيدوز من هنا ياك، اما في اف ما عندو من يدوز. شوف في اف لا جا من هنا ما غيوصلش لفي بلس، الا غيجي من هنا غيدوز على لافون غوج. ما يمكنش نعاود عاودو من جديد، نعاودو. شوف شوف كثرت عليكم وقال الهضره. دابا حنا بغينا في بلس، ها في بلس هو هادشي، هذا هو هاد البوتونسيال اللي كاين في هاد اللي كاين في هاد اللي كاين في هاد في هاد لو سامبول تي. غنطرحوا السؤال، شناهما هما الجينيراتور اللي كيخويو فيه؟ عندي جينيراتور في ان، وعندي في دو، وعندي في اس. يلاه نشوفوا. شوف في اس الا بغا يوصل لهاد الخضرا شو خاصو؟ شوف خاصو ضروري يدوز من هاد لازون الحمراء، ما يمكنش يعني في اس ما يمكنش ناخذو. خاصك تمشي على الخيوط، على اللي فيه الالكتريك. الا مشيتي من هنا غادي تمشي لفي في 2، دونك هذا ما يعني في اف ما كيخويش في بلس. نشوفوا في 2، في 2 في 2 في 2 في 2 باش يوصل للخضره خاصو يدوز عاوتاني على الحمراء، على هاد لا زون غوج. ما يمكنش يعني في 2 حتى هو ما كيخويش في بلس. اللي كيخوي في في بلس هو واحد، هو في 1. شوف في 1 غيوصل للخضره بدون ما يقرب لهاد لا زون غوج. وشنو قلت لكم انا؟ ليكم الدراري نعم، ملي كيكون ملي كيكون عندي ان سول جينيراتور راه اوتوماتيكمون كنستعمل ديفيزور. ها دونك طاحت ليا بعدا، ديجا طاحت ليا في بالي فكره الديفيزور. ولكن باش نستعمل ديفيزور دو طونسيون راه خاص لي ريزيستونس، هذا ار2 خاص لي ريزيستونس يكونوا اون سيري. ضرب طله بان ليا هذا وهذا، هادو باش يكونوا اون سيري خاص ضروري هذا يساوي زيرو، وبالفعل هذا كيساوي زيرو. علاش هذا كيساوي زيرو؟ حيت لومبليفيكاتور
Elle est parfaite. Gna flou, gna mali ki hon parfait et plus égal à i moins égal à 0. Alors même على i plus égal à 0 يعني هاد الكورون اللي جاي من هنا هو اللي غيدفك كامل هنا يعني اج يعني هادي دو ريزيستونس داير فيهم داير فيهم نفس الكورون ما معنى داير فيهم نفس الكورون يعني هما اون سيري ما معنى اون سيري يعني نقدر نستعمل ديفيزور دو طونسيون ها ديفيزور دو طونسيون كيفاش غادي ندير لي اش درت عاوتاني من بعد صعيب نشوفها من هنا مع المده غتدربوا عليها شديت هاد لا مايل حطيتها هنا وشديت هاد السلك قاديتو تو دغوا فكان شوف ولا عندي ولا عندي في بلس ما بين لا ماس وهاد البوان هاد البوان راه هي هاد البوان ها هو هذا هو اي بلس اللي كان كيساوي 0 فكان او في ان ما بين هاد البوان ولا ماس هاد البوان هي هاد البوان ما بين هاد البوان ولا ماس دابا نقدر نستعمل الديفيدور اش كيقول لي الديفيدور دو طونسيون كيقول لي الا بغيتي في بلس غتاخد هادي في هادي على هادي زائد هادي غتاخد بغيتي في بلس غتاخد لا ريزيستونس اللي حداه يعني هي ار 2 فاش V1 المجموع ديال لي ريزيستونس هذا هو الديفيزور تصور معايا جيت عندك انا وقلت لك القضيه هذا غنسميه مثلا هذا الطونسيون غنسميه في 0 واش غتقول لي في 0 جات او بورن دو ار1 دونك غتقول لي هي ار1 فاش في الطونسيون توتال المجموع ديال لي ريزيستونس وبالفعل الا جمعتي في 0 مع في بلس غطيح في في 1 لانه هنا غيكون عندك ميم نيميراتور ميم دينوميناتور باردون والفوق غتعمل غتفاكتوريزي ب 1 غتمشي لك ار1 ار1 بلس ار1 ار1 بلس ار2 مع ار1 بلس ار2 غطيح في في 1 واش هادشي فهمتوه الدراري ولا لا راه افيك لو طون كيف ما خلى الشاب العربي هادشي ما تبقاوش ديروه يولي بالك هنا نيشان اي بالك هذا اون سيري مع هذا و في 1 هو الطونسيون توتال يعني في بلس هي هذا في هذا على هذا زائد هذا مي 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 بور لو مومون ضروري دوزو بهاد لي طاب هاد علاش قلت لكم ديبيتو شويه مريض لانه يعني الناس اللي يلاه ديبيتون في جوج الناس تاع لي باك ليبر غيبان لهم شويه في الشكل دونك احنا لقينا في بلس شنو هو هو ار2 فاش في 1 على ار1 بلس ار2 صافي شكون اللي ما فهمش هذا الديفيزور دو طونسيون هو باش لقينا في بلس شاب العربي انجينير يلا الدراري يلا غير افيك لو طون والله الا الشاب العربي احسن حاجه قال لك افيك لو طون افيك لو طون غتفهموا هذا الدراري والله الا افيك لو طون غتفهموا يلا يلا دابا ندوزو لفي موان في موان فين في موان شنو قلنا اول حاجه خاصني بعدا نمشي نرسم في موان ها في موان هو هادشي اللي كاين هنا هو هذا هو في موان ها في موان ها في موان ها هو شوف V moins V moins V moins V moins. Et là, mais qui V moins. Et là, qui V2. 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 Où sort la résistance? Là, là, V moins. V moins. V moins. V moins. V moins. Ah, la résistance. Donc, elle dit, elle est VS. 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 Ah, V moins. Donc, je n'ai V moins. V moins. Chez la même la masse. On a rendu la barre de la masse. Chez la même la masse. C'est là. Elle dit, il y a V moins. Même la masse ou le potentiel. طرحوا دابا السؤال شنا هما لي جينيراتور اللي كيخويو في في موان اللي كيخويو في هاد اللي غيوصلوا لهاد الخضره هادي نبداو يلا عندنا في 1 وفي 2 وفي اف نجربوهم ثلاثه يلا في 1 باش يوصل لهاد البلاصه ضروري غيدوز على هاد المنطقه الحمراء ها نشوف في 1 عنده طريق وحده هي هادي دونك في 1 ما غناخذوش ما كيخويش نشوفوا في اف في اف ايدوز من هنا ميمكنش عنده واحد الطريق هي هادي ها طن 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 ها وصل الخضراء دونك في اف كيخوي الاول زيد في 2 في 2 طن 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 ها وصل الخضراء بلا ما يمشي للحمراء وصل في موان بلا ما يمشي هاد هاد لا زون انترديت دونك في 2 هو كيخوي يعني في موان هاد في موان كيخوي فيه في اف وكيخوي فيه في 2 يعني شحال من جينيراتور جوج ما معنى دو جينيراتور يعني غنابليكي سوبر بوزيسيون ونورمالمون شنو سوبر بوزيسيون راه هي جوج مرات راه هي دو ديفيزور راه سوبر بوزيسيون شنو المعنى ديالها خاصك تطفي هذا وتلقى في موان ملي كان هذا شاعل هاد الديفيزور الاول تعاود تطفي هذا وتلقى في موان ملي كان هذا شاعل وتجمع في موان ملي كان هذا شاعل وكان هذا مطفي مع في موان ملي كان هذا شاعل وهذا مطفي ياك باش تلقى في موان الحقيقيه ولكن غتقول لي واه سوبر بوزيسيون صعاب من ديفيزور ولكن حنا لاحظ حنا خرجنا بواحد لاستوس
هنا راه اللي نفعتنا راه التيوان في بيربوزيسيون راه صعيبه راه فما يدار يعني طويله ماشي غادي صعيبه ولكن واحد النتيجه لاحظناها شنو هي شنو قلنا كنا لا بغيتي في موان ديما شد هدف هذا زائد هدف هذا على هذا زائد هذا اش علاش كيخلي سي بيربوزيسيون حلوه وهاد النتيجه هادي الوغ في موان شنايا في اس شوف انا خدام هاد لا مايل هادي واحد القضيه علاش هذا وهذا اون سيري حيت اي موان ايغال ا زيرو وعلاش اي موان ايغال ا زيرو حيت لامبليفيكاتور اي لي بارفي اي موان ايغال ا زيرو لامبليفيكاتور اي لي بارفي يعني طونز الكورو اللي جاي من هنا كله غيطلع هنايا حتى حاجه ما غاتمشي هنا حيت هنا اي موان ايغال ا زيرو يعني اف 1 و اف 2 حتى هنا عاوتاني سون اون سيري علاش اون سيري حيت خاصك ملي تطفي هذا تستعمل ديفيزور وباش تستعمل ديفيزور خاصهم يكونوا اون سيري خاصك عاوتاني ملي تطفي هذا يكونوا هادو اون سيري تستعمل ديفيزور وباش تستعمل ديفيزور خاصهم يكونوا اون سيري انا غنستعمل سوبر نيشان الوغ شنو في موان هي هذا في هذا زائد هذا في هذا على هذا زائد هذا دونك هي في اس في ار 1 بلس في 2 في ار 2 على ار 1 بلس ار 2 شوف شي ملي كتلقى في بلس وكتلقى في موان صافي جاوب تاع السؤال رقم 3 صافي جاوب تاع السؤال رقم 3 دابا غنجيو نكملوا حنا عارفين بان في بلس ايغال في موان يعني هاد الشيء هذا كيساوي هاد الشيء هذا غنحطو هنا يعني في اس ار 1 بلس في 2 ار 2 على ار 1 بلس ار 2 اش كيساوي ليا كيساوي ليا ار 2 في 1 على ار 1 بلس ار 2 غاش مشي هادي مع هادي باي باي غتبقى ليا اس شوش باغينا انا باغي في اس بدلاله يعني في اس خاصها تبقى في طرف بوحده دونك هي في اس ار 1 ايغال ار 2 في 1 وهذا الشيء غيمشي للطرف الاخر لوتر مومبر ار 2 في 2 هنا غنفاكتوريزي باش بار 2 هنا غنعمل بار 2 ا واحد ناقص بانت في 1 موان في 2 حيت هو سوستراكتور هاو حيت هو كينقص هادي في اس ار 1 دابا بغيت في اس شنو هي في اس غنقسم على ار 1 دونك هي ار 2 على ار 1 في 1 موان في 2 دونك ميم على امبليفيكاتور سوستراكتور كيشد في 1 كينقصو من في 2 داكشي اللي خرج كيضربو في هاد الكان هذا كيتسمى لو كان ولا كنسميوه لومبليفيكاسيون هادشي اللي هضرنا عليه اخر مره ياك قلنا ما عندوش وحده علاش حيت الام على الام صافيين يعني شد في 1 غينقصها من في 2 غي امبليفيها وغي خرجها سي تان لومبليفيكاتور سوس فاكتور الى واضحه كتبوا لي 5 5 في كومونتير باش ندوزو le formateur ou bien l'additionneur. Yalla. Très bien. Vite, les autres. فانك 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 أيت الحاج مصطفى مزيح تحياتي زكريا لي ضوط لي ضوط يلاه الدراري لا واضحه كتبوا راه واضحه هادشي راه ساهل راه ما صعيبش مزيان برافو عليك فاش غتستعمل عبد الله هو داكشي اللي جاي فلي راه ولا باز يعني كتلقاه ولا باز ديال كاع لي سيركوي خرج من الشي كامل هيد الشادو
هي بعد لا غولاسيون هذه فهذه زائد هذه فهذه على هذه زائد هذه. نمشيو دابا نمشيو دابا لهذا فوالا هذا المونتاج هذا نتوما غتقولوا لي سميتو وكلشي فوالا هذا اكزرسيس اخر. هل لا خصني ندير العكس هل موان هل بلوس دونك هنا ديريكتومون لا ماس والموان داخل ليها بحال هكا دايره R3 R1 R2. يلا شوفكم واش شادين معايا ولا 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 غير كت ولا غير ناعسين. افيرس يلا اش من غيجي ماذا لينيير لا سورتي ها هي راجعه للموان. شنو السميه ديال هذا؟ عندي دو جينيراتور يعني غيكون اما سوماتور انفيرتور اما سوماتور نون انفيرتور اما سوستراكتور. غنشوف هاد لي دو جينيراتور فين داخلين بجوج V2 ou V1, je vous donne le moins. Donc, c'est un formateur inverseur. Même un formateur inverseur qui est V1, qui vit dans le V2 ou qui est le bas. Yalla, la question de 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 V1 ou V2. ونبداو ديما هانت امبلي اوبيراسيونيل بارفي يعني في بلس كتساوي في موان. نلقاو دابا شنو هي في بلس ولقاو شنو هي في موان. قلنا هاد لا زون انترديت ما يمكنش تقرب لها ما يمكنش تدوز عليها. شي تاع لا زون انترديت راه ما كاينش. كنبغي نسهل عليكم الماموريه انا. يلا شوفوا لي في بلس شوفوا معايا في بلس في بلس في بلس غادا لا ماس نيشان ديال بحال هكا لا ماس يعني ايكالا فيرا. شوفوا لي دابا في موان نشوفوا في موان فين في موان. بعدا في موان هو هادشي اللي كاين هنايا في موان هو في موان هو هادشي كامل. هنا كاين في موان في موان في موان في موان في موان في موان في موان. دونك في موان بالنسبه لي انا هي شاده ما بين في موان ولا ماس. نقدر نصوب ماس اخرى. شوف راه هاد لا ماس هي هاد لا ماس هي هاد لا ماس راه ماس وحده اللي كاينه في موان. خاصني دابا نلقاها شحال كتساوي. نطرح سؤال شحال من جينيراتور كيخوي في في موان. ها هو شوف في 2 ها هو وصل ليها ها هو وصل هنا. دونك في 2 كيخوي في 1 وصل ليها في 2 كيخوي في اف وصل ليها في اف كيخوي. ثلاثات لي جينيراتور اللي عندنا ثلاثات لي جينيراتور هاد في موان كيخوي فيها في 1 وفي 2 وفي اف. الوغ ما معنى 3 جينيراتور؟ فينالمون قلناها قبيله هذا ثلاثة والفوق قلنا كنستعملوا ميلمان. ميلمان سهلة. اش كيقول لك ميلمان؟ كيقول لك إلا بغيتي هاد في موان هادي اللي أنت كتقلب عليها من الصباح تصدعنا بها غتشد هذا على هذا زائد هذا على هذا زائد هذا على هذا على واحد على هذا زائد واحد على هذا زائد واحد على هذا بحال هكا ميلمان. نبداو هي في أن على إر أن بلوس في دو على إر دو بلوس في إف على R3 واحد على R1 واحد على R2 واحد على R3 صافي صافي. في بلوس كتساوي في موان يعني هادشي كيساوي هادشي يعني هادشي كيساوي شحال كيساوي زيرو. الوغ A على B إيكالا زيرو واش كيعني هذا؟ كيعني بأن A إيكالا زيرو و B ديفيرون دو زيرو يعني هادشي هذا كامل غيساوي زيرو البسط ياك. دونك غتبقى ليا في ان على ار ان بلوس في دو على ار دو بلوس في اس على ار تخوا ايكالا زيرو. انا اش باغي؟ انا باغي في اس بدلالة هادو يعني في اس غتبقى هنا وهادو غيتحولو للجهة الاخرى ياك. ها انت اش غيولي عندي الشك
ناعسين الله إلا ناعسين بالله. دونك كتبقى عندي هنا في اس على اخ 3 ايغال موان هاد الجوج في 1 على اخ 1 بلس في 2 على اخ 2 نورمالمون راه كانت موان موان وعملت بها بلا من شي راه باينه الدراري ياك. الوغ دابا شنو هي في اس؟ هي موان اخ 3 على اش ها هو عندنا البلس يعني سوماتور على اخ 1 بلس في 2 على اخ 2 وكون شنو غندير نقول سي وكون كانت ار1 كتساوي ار2 كون كانوا هاد لي ريزيستانس بحال بحال يعني كون كانت هادي كتساوي هادي كان يخرج لي السوماتور بين كنت غنقول اش كنت غنقول باغ اكزومبل هي ناقص ار3 الا كانوا بحال بحال غيولي عندنا نفس المقام ياك على ار2 في1 بلس في2 صافي يعني كون كانوا هاد لي ريزيستانس بحال بحال كان غيبان لك السوماتور مزيان كيشد في1 زيد على في2 كي امبليفيها وكيقلبها حيت هو سي تان سوماتور انفيرسور صافي. نشوفوا دابا الاخر 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 مبخر صافي نكونوا كملنا دابا السادس هذا اللي غنشوفوا دابا هو الاخر اللي بقى وغنحبس اللايف حتى شوما يعني الناس اللي ما بغاش تقرا دونك هذا دابا لو ديرني هاف في اس ار2 ار1 ار0 ار0 يلا اش من غيجي ماذا لينيير لا فورسي راجع للموان مزيان شو سميت هذا عندي دو جينيراتور وبجوجهم داخلين البلوس دونك هذا سي ان سوماتور بين هذا سوماتور نون انفيرسور علاش حيت لي دو جينيراتور بجوج هما ماشي لي بلوس نون انفيرسور. السؤال الاخر اللي كيهمنا في اس اون فونكسيون دو في 2 في 1 راه نبداو السؤال الاخر دابا اون بي اوبيراسيونيل بارفي سي تادير في بلوس ايكال في موان شنو هي في بلوس وشنو هي في موان شنو في بلوس قلنا هاد لا زون انترديت ما يمكنش ندوز عليها ياك يلا في بلس هو هادشي اللي كاين هنايا هذا هو في بلس هذا هو البوتونسييل في بلس نقدر نرسمو غادي يكون بحال هكا ها فوالا ماس يلا في اف باش يوصل للبلس عنده طريق واحد ضروري غيدوز على هاد لا زون غوج دونك في اف ما كيخويش في بلس في 2 كيخوي ها هو في 2 واصل ليها بلا ما يوصل ليها في 1 واصل ليها شحال من جينيراتور كيخوي وفاد في بلس جوج دو جينيراتور يعني غنستعملو سوبر بوزيسيون يعني اش هذا في هذا زائد هذا في هذا على هذا زائد هذا نيشان صافي غنقلب ما كناخدش هذا عليه لا هذا العكس دونك هي في 2 ار0 بلس في 1 ار0 على ار0 زائد ار0 اللي هي جوج ار0 هنا غنفاكتوريزي بار0 على واحد البلس بان عاوتاني حيت هو فوماتور على جوج ار0 غتمشي ار0 مع ار0 غتبقى لي في 1 بلس في 2 على 2 نشوفوا دابا في موان في موان هو هادشي اللي كاين هنايا هو هادشي يعني رسم في موان نحاول نرسم بهذا اللون هذا ها في موان هي من هاد البوان هادي يلا نشوفوا لي جينيراتور اللي كيخويو في في موان في 2 لا بغيت لا هادي راه شوف في 2 لا بغي شوف في 2 لا بغي يوصل لفي موان ضروري غيدوز على زون غوج دونك في 2 مايمكنش ناخدو في 1 الى بغى يوصل لفي موان ضروري هو خاصو يدوز على زون غوج ما يمكنش ناخذ في ان عندي ان سول جينيراتور اللي كيخرج لنا هو في اس في اس غيوصل لفي بلس بلا ما يتوشي ليا لا زون غوج يعني شحال من جينيراتور واحد ما معنى واحد يعني ديفيزور دو طونسيون الوغ في موان فين جات في موان جات او بور دو ار ان ياك يعني هي ار ان في في اس على ار ان زائد ار دو شادرنا بحال قبيله صافي هي ار1 ار1 حيت في موان جات هنايا فاش في الطونسيون توتال اللي هو في اس على لاسوم دي ريزيستونس في موان نحاول نبين لكم مزيان هادي شوف الديفيزور غنشد حتى غنحطها هنايا هاج في اس هادو راه خيوط هادو لعب بهم كيف ما بغى يجي
ياخذوا لي فيل الكتريك. وهنا عندك اخ ان وهنا عندك لاماس، هذه شنايا؟ هذه في بلس. نحاولوا نقادو اكثر هكا غيخرج، يخرج دير بحال هكا. هذه اخ ان، هذا الخيط نردو هكا، يعني هذه لاماس ياك، هذا البوان هي هذا البوان، وها لاماس هو هذا. دونك هذه في اس. واحد القضية، علاش هذا وهذا اون سيري؟ علاش؟ حيت هاد الكورون اي موان ايكالا زيرو، يعني الكورون اللي جاي من هنا كله غينزل لتحت، ما غيمشي والو هنايا، يعني هادو اون سيري. ما معنى اون سيري؟ يعني نقدر نستعمل الديفيزور. وعلاش غنستعمل الديفيزور؟ حيت عندي ان سول جينيراتور كيخوي، هنا عندي ان سول جينيراتور اللي كيخوي في 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 موان. دونك هنا عندي ار دو وهنا عندي ار ان، يعني هادي هي في بلس. دونك في بلس هنايا هي ار ان في اس على ار ان زائد ار دو. دونك في بلس كتساوي في موان، يعني هادشي كيساوي هادشي. وريقة اخرى فوالا، يعني يعني ار ان في اس على ار ان بلس ار دو اش كيساوي؟ كيساوي هادشي، كيساوي في دو بلس كيساوي هادشي. هذا الشرح هنا درناه هنا، كيساوي هاد في ان فاش على جوج. دونك دابا انا اش باغي؟ انا باغي في اس، يعني ار ان في اس. واش غنضرب فيه الفوق؟ تولي عندي هي جوج، لا تولي عندي هي ار ان بلس ار دو على جوج في ان بلس في دو. ودابا غنقسم على ار ان، دونك في اس هي ار ان بلس ار دو على جوج ار ان في ان بلس في دو. اش كتلاحظوا؟ شدينا في ان وكيجمع هاد المونتاج، كيشد في ان كيزيدو على الجينيراتور في دو وكي امبليفي، ما كيقلبش، ما كايناش الموان. شوف ماشي بحال، ماشي بحال الاخر. الاخر اللي عقلتو قبيله كانت خرج ليا شنو؟ كانت هنا لا دا سويت فاكتور، فين خرجت ليا قبيله؟ هاهي كيجمع كي امبليفي، ولكن كاين واحد الناقص. هذا لا، هذا غير كيجمع وكي امبليفي. دونك هذا سيت انفورماتور. علاش علاش هذا كي علاش هذا خرج لي ما خرجش فيه الناقص؟ حيت هذا سيت انفورماتور نون انفيرسور. علاش نون انفيرسور؟ حيت لي دو جينيراتور داخلين البلوس، وبالتالي كنكونوا سالينا وسالينا مع اللينيير. صافي الدراري، باش المره الجايه لو لايف هنا غنديروا اللايف نيميرو 3 ان شاء الله، وهنا غندير لايف نيميرو 4. صافي كاينين ندير لايف اللي غيديروا في الجروب بريفي الدراري، ما بقاش ندير كاع لي لايف كلهم غنديرهم بوبليك. اسكو سي كلير؟ كنكونوا كملنا مع سته كاملين. الا فهمتوا كتبوا لي اوكي، كتبوا لي 5 5، كتبوا لي شي حاجه باش غنمشي في هذا الشيء. مرحبا مصطفى. مرحبا بو سعيد. سعيد ها نصوب لك فيميو، اصبر عليا شويه. راه ماشي شي دماغ شي شويه وصافي. عبد الله شكرا. عبد الرحيم راه هذا هو اللايف نيميرو 2. اللايف نيميرو 1 طلع طلع لو تيتر تاع اللايف، غتقال طلع لو تيتر تاع لو لايف، راه غتقال لايف نيميرو 1. فهمين
شكرا.